وسهلا مشاهدينا من جديد، نواصل معكم دفق الشروق الصباحي الحي والمباشر في جزئية أخرى وثانية من خلال ساعتنا الثانية. لما نتكلم عن مجتمعنا السوداني، الأساس هو التسامح والرضا، واللي احنا دائما نقول السودان ده بيسع الجميع. يعني الخلافات دائما يعني اللي بتتم الآن داخل كل المجتمعات واللي بتفرقها ما بتوحدها، هي بتكون خلافات لفرد وبعد ذلك بتنتشر، بتبقى فيها نوع قبلي كده وتعصب. لكن عموما لما نتكلم عن العنف في معناه العام، ممكن اي شيء او ممكن يسبب لنا ايذاء، الايذاء سواء كان معنوي او مادي او ايذاء بالنسبه للجسد، وبيدخل فيه تفاصيل كثير جدا. وهو طبعا ما مكتسب، يعني ممكن ينشا مع الفرد على حسب محيطه. نتكلم عن نشاته، انواعه، طريقه علاجه وانتشاره، ومدى خطورته بالنسبه للمجتمع، بالنسبه للانسان سواء كان نفسيا. سعدان تنضم الينا اليوم وكل سبت من خلال صباح الشروق دكتور ساره ابراهيم، خبيره الاعلام المجتمعي. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، ويسعد صباحك وصباح كل مشاهدي قناة الشروق في داخل السودان وفي خارج السودان. الحمد لله على السلامة. السبت الفايت افتقدناك شوي. أي متوهقة شوية، أمراض الدول العالم الثالث يعني بلا رياض. الحمد لله على السلامة. أي والله الحمد لله، وأنا كنت حزينة إني ما قدرت يعني أكون معكم السبت الفايت، لكن الحمد لله. سبتك أخضر. فترة إن شاء الله. أي والله سبت أخضر. وإن شاء الله يعني يقولوا العافية، أتمنى العافية لكل الناس أهلي في السودان وخارج السودان. نعم دكتورة سارة، نحن بنحييك، وطبعا يعني بنسعد جدا إنه من خلال فقرات اللي بتقدميها عبر صباح الشروق بتكون فقرات بتلامس الواقع المعيش، بتحكي عن قضايا اجتماعية، قضايا يعني تحكي عن التبادل العاطفي بين الأشخاص، قضايا الحب والأمان، قضايا كثيرة جدا. حلوة يعني في كل حلقة بنحاول نتطرق لها ونتكلم عنها. نحن اليوم حنتكلم في موضوع مهم جدا، يمكن مختلف ولايات السودان هي تعاني من هذا الموضوع، العنف المجتمعي. ونحن بداية نعرف العنف المجتمعي أو العنف الاجتماعي هو شنو؟ طبعا كلمة العنف هي كلمة لاتينية أصلا، يعني وهي طبعا جاية هي معناها القوة، يعني بغض النظر عن طريقة الاستخدام القوة. والعنف الاجتماعي هو ممارسة القوة ضد أي فرد من أفراد المجتمع، أو إنك تجبر الآخر إنه يمارس القوة كرد فعل للقوة اللي أنت مارستها تجاهه. العنف المجتمعي طبعا بيبدا دائما من ممكن يكون عنف بين نفرين، يعني شخصين مشاهداك بين نفرين، يتطور انه بعد ذلك بقى الى حروب ونزاعات وصراعات وابادات جماعيه بالقبائل. بتبدا تصدق الحكايه، قال لك من نفرين تتطور الى انها هي تمس كل افراد المجتمع، يتضرر منها المجتمع بشكل عام. دكتور ساره، احنا ربنا خلقنا سبحانه وتعالى خلقنا نتعارف برضه، والتمييز دائما ما بيكون بالعرق او بكذا، يعني انما بالتقوى. يعني لو تكلمنا عن المشاكل اللي بتندلع ما بين فرد او فردين وبتشمل القبيله كلها، يعني الاساس فيها هل هو نتائج لمجتمع اصلا كان عنيف من داخل الاسره، ولا هو اكتساب من الخارج لنتائج قضيه معينه ما تم الاتفاق عليها بالشكل المطلوب؟ طيب طبعا اصلا دوافع العنف المجتمعي بتندرج تحت، يعني ممكن نعملها في ايتمز كده، ان هي ممكن تكون دوافع اجتماعيه. اللي هي الدوافع الاجتماعيه بتجي فيها العادات، القبائل، التقاليد، كثير من الاديان برضو، يعني النزاعات الدينيه وغيرها. في دوافع اقتصاديه طبعا، ودي ممكن الناس بيحملوا عليها كثير من اسباب العنف، يعني يقول لك الظروف الاقتصاديه اللي لانه العنف الاجتماعي بيخش فيه السرقه، بيخش فيه النهب، بيخش فيه القتل، فيه حاجات كثيره. فالدوافع الاقتصاديه هي ممكن تقود الى انه يكون في عنف اجتماعي. الحاجه الثانيه في دوافع ذاتيه للعنف ذاته. الدوافع الذاتيه دي بتكون انه نتيجه انه الانسان يكون عنده، يعني في ناس عندهم اضطرابات نفسيه، عندهم مشاكل كثيره بتؤدي لانه زول يمارس العنف ضد فرد او ضد الافراد الموجودين معه في المجتمع. فدي من الحياه لكن في دوافع سياسيه طبعا. الدوافع السياسيه دي تجي طبعا دي يعني ممكن تكون دي من الاكثريه الموجوده عندنا في السودان في الفتره دي. الدوافع السياسيه دي وبنلقاها اكثر دائما في شنو؟ بنلقاها دائما اكثر في طلبه الجامعات، ليه؟ لو منظمات التنظيمات السياسيه بتستغل انهم الطلبه دي عشان تمرر الاجنده بتاعتهم
الاجنده السياسيه بتاعته. فالاجنده السياسيه بتاعتك انك انت دار تقنعني بفكرك لكن بالقوه بالعنف، فبيجوا هم بيستغلوا الطلبه، هم شعله بتاعت كده حركه وشعله بتاعت نشاط، وفيهم كثير من الافكار اللي هي تتضارب وتتجاذب، فبتكون هم بيحاولوا انه يوصلوا الفكر بتاعهم ده باستخدام العنف. يعني بتبقى طريقه، طبعا هي طريقه غلط وغادت لكثير من المشاكل واغلاق كثير من الجامعات وكثير من فقدوا فيها ارواح وتمت فيها اصابات لنتيجه للعنف المختلف. لكن يعني على عكس الدوافع اللي ذكرتيها الان، دوافع طيبه وواقعيه، لكن ذكرت الانسان المصالح ده متصالح اللي نشا في بيئه متصالحه ونشا في مجتمع معافى. لو اتكلمنا عن البذر الرئيسي للشخص اللي هو دائما بيكون عنيف في سلوكه، والعنف ده ممكن يتجه للعالم الخارجي ومحيطه، يعني هل هو نتائج لتربية غير سوية أو غير صحيحة، ولا هو اكتساب من واقع يعني معاش؟ يعني العنف ممكن طبعا يكون نتائج لتربية، يعني ليه؟ لأنه أنا قاعد أقول قبل كده يا رب تكلمنا فيه وما بتذكر، العنف الأسري المناقشة حقة الأبوين الأم والأب أيوة مع قدام الطفل، قدام الطفل الأب يضرب الأم أو تمارس إن قهر أو قوة ضد الأبناء ذاتهم، تضربهم، تتزيلهم، تهينهم، يعني في الحاجات دي كلها بتخلي الطفل يطلع. ده بيكون أنا في التعريف قلت لك إنه في قوة بتستخدم، في عنف بيستخدم نتاج كردة فعل لقوة مورست على الإنسان. ممكن يكون عنفه غير مقصود، يعني الأب مثلا لما يضرب الأم أو قدام الأم يضرب الأبناء بطريقة جارحة، فالطفل ده بعد شوية بيبقى إنسان عنيف، بيفتكر إنه إنك أنت عشان تاخذ حقك أو عشان تفرض كلمتك بتفرضها بالعنف او بتفرضها بالقوه، زي ما هو تعريف العنف القوه، بتفرضها بالقوه. فبيبدا حتى الحكايه دي بتلاحظها بتبدا في المدرسه، ده بتقودنا للحاجات اسمها التنمر. تلقى مثلا الطفل في المدرسه لما لقى عصابه كده حوالينه زي ما بيقولوا صغار، والله جد يعني ويبدوا مثلا مدينا ليه؟ لانهم حسوا انه اتسلبت منهم حاجاتهم، فحاول انهم يبنوا بطريقه العنف. فالتربيه لها دور كبير جدا في انها هي تاثر في 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 في, في الفرد وتطلعه، هل الانسان هو عنيف بيقدر يتعامل مع المجتمع بعنف، او هو انسان بيقدر يتعامل مع المجتمع بعقلانيه وبقانون وبكثير من الاشياء. يمكن يا دكتوره يعني امتدادا للجزئيه الصغيره اللي انت قلتيها الان، الانسان اللي بيكون عايش في حروب بعد ذلك ممكن هو من خلال التاثير اللي بيتاثر وبعد ذلك يحس انه هو لازم يكون عنف. ده بيقودنا لسؤال، هل المحيط السياسي اذا كان في حروب في بعض الدول، في بعض المناطق كذلك في السودان تكون فيها مشاكل، الاطفال بينشوا في حروب، في نزاعات، في مشاكل بينه وبين الحركات الاخرى، بينه وبين يعني صراعات الدائره ذاته الدوله مع نفسها ومع مع المنطقه المعينه، هل ده بيكون فيه تاثير على السلوك المجتمعي؟ طبعا فيه. وانا عايز مثلا ممكن ناخذ اقرب مثال عشان نكون ناس واقعيين، الاحداث كسلا يعني كانت عباره عن نهائي سياسي، انه تعيين والي او تعيين نائب ورافضه وجهه معينه، طبعا دخلت فيها ايادي كثيره وفيها، لكن انا داير اوريك انه يعني فكره سياسيه معينه رفض لواقع سياسي ممكن يؤدي لانه تدمر قرى باكملها، صحيح يموتوا ناس، يتحاربوا تتحرق قرى، وكثير المحيط السياسي اثر علينا احنا. ال 30 سنه اللي فاتت دي كان فيها عنف شديد جدا مورس في كثير من البقاع، والان السودان مختلفه. الحاجه الثانيه شكلت العنف او ظاهره العنف المجتمعي التدريب، التسليح بتاع الناس وتدريبهم، تسليح القبائل، تدريب الناس، انت ما في النهايه دربتني بقوه وما استخدمتني سلاح فعلمتني انه اخذ حقي بالقوه يعني. فانا قاعد اقول لهم الناس الدفاع الشعبي والامن الشعبي وتدريب النساء وتدريب ما بعرف الطلبه داخلين الجامعه بتدربوا الاولاد يدخلوا مع سنوات طويلة بنشوف الحروبات والنزاعات بتكون ما بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح اللي هي بدت بوادر السلام في جوبا، ولكن الجانب الآخر يعني ده ما شفناه
على مدى السنوات السابقة بقينا نشوف في حروب تانية بتكون أهلية فيها جانب العنف المجتمعي ده. لو تكلمنا عن الثورة اللي هي صحت كثير جدا من السلام يعني العدالة إنك ما تأخذ حقك بيدك بل بالقانون يعني يا دكتور. ممكن نقضى على ظاهرة العنف القبائل المتنازعة معين إنه نتوحد ونضع الكرة واطة ونحل القضايا. الحتة دي مهمة جدا وإحنا ممكن داي ناخد فيها إنه أول حاجة سيادة حكم القانون. شوف إنت عارف الإنسان بيلجأ للعنف دائما بالذات العنف المجتمعي لما يحس إنه ما في قانون ما يطبق. يعني أنا مثلا لو في إنسان لو في إنسان مثلا أخذ حقي وأنا بضمن إنه زول ده بالقانون بأخذ حقي أنا في النهاية بلجأ للقانون. لكن أنا لما أجي أخذ حقي زول يحتدي علي ويمارس علي عنف ويسلب حقوقي وانا احس انه هو ممكن امشي ارفع قضيه او امشي لقانون وبتليفون بسيط بس من واحد مسؤول لانه الانسان ده بيعرف انسان في مكان ممكن يطلعوه. في النهايه انا احس انه انا خلاص حقي ما في زول بياخده لي حقوم انا اضطر بعد كده المره الجايه انه انا اخذ حقي بيدي. فالحكايه دي بتبقى كده انه يقول لك انه ما في قانون ما في انسان هو في قانون لكن ما مطبق لا ما في اليات بتاعه تنفيذ قوانين. أيوه. يعني مثلا حس احنا مثلا انا جاني حرامي نط علي في البيت الحرام اضربه وحمارس عليه لانه حزت انه ما في تنفيذ ما في جهه هي بتحميني. فاحنا لو فعلنا القوانين وفعلنا دور الاجهزه الشرطيه والاجهزه اللي بتحافظ على القانون العدليه انها هي كيف تاخذ القانون بتاع الناس اللي تاخذ حقوق الناس انا يخليه انه حنخفف شويه من ظاهره العنف لانه ان في جهات قنوات هي ممكن تضبط العمليه كلها بشكل قانوني وفي النهايه زول ياخذ حقه. في النهايه هو انسان ما داير حقه صح حقه ده بياخده كيف بياخده بطريقه المحكمه بطريقه البوليس بطريقه القوانين الكثيره الممكن ما حقه. فانا كيف انت عايزني انا اكون بطريقه ما شخصيه او ما باخذ حقي يعني فينا ما ننفذ القوانين بالطريقه الرادعه بالشكل اللي تخلي انه بعد ظاهره العنف تخيف. يا اخي في الشارع نفرين ده داخل في شارع ده الشكل تقوم الضرب ويقول لك وديه البوليس يا اخي بوليس ولا بوليس يا اخي لا انساني منهم بوليس بيعمل شو. فبيجي الكلام ده يعني نكون على ارض الواقع نقول الكلام ده والله انه بيبدا الواحد يحس انه هو لازم ياخذ حقه بيده كلمه 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 والقيامه تقوم الضرب ممكن يموت فيها الانسان. ليه؟ لانه الانسان حاس بانه هو ما بيقدر ياخذ لحقه ما بياخد حقه بيده. ده هل هي بتبقى نفسيه بعد الشخص ياخد حقه بيده في مشاهدين بالنسبه للحادث فبالتالي ده حياثر في كم كبير جدا من الاشخاص المره الجايه. ولا لا لما اقول لها امشي البوليس يقول لي خمسي يا اخي الله هنسير بس البوليس شنو يجيب لي حقي يقول لي ايوه. فبيجي كده طيب حتى احداث كاس اللي تشوفها بدت كيف يعني كلمه قبل كده برضو كانت في احداث بين النوبه والبني عامر كانت في القضاء بعد جبر السودان نفرين بس كان ماشي مره وراجل والقصه تطورت دائما بتبدا فتفعيل القوانين الرادعه السريعه يعني مش بزمن دي هي اللي بتخوف الناس وبتخلي الزول ياخذ انه هو الانسان ده يعرف انه في جهه بتاخذ حقه وبعد شويه خف ظاهره العنف المجتمعي. طيب دكتور انا عندي مقوله عايز اقولها يعني او هي ممكن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أنت رأيك شنو في الكلام ده؟ هل هو صحيح ولا غلط؟ واللي نحن بنقول طيب الكلام لأنه إحنا ما في قوانين لأنه الفترة بتاعت 30 سنة دي كانت في 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 تغييب كامل للقوانين. كان الناس الإنسان أي زول عنده ظهر أي زول عنده وزير ما بعرف ولا في مستشار ولا زول ولا وزير زول صغير جدا موظف يضرب لك تلفون تلقى روحك قضيتك اتدهدهت وراحت خلاص انتهينا. فإن الناس ولدت جوام إنه لازم ناخذ حقنا بالقوة. فبقول لك لا إحنا صحيح ما أخذ بالقوة يسترد بالقانون بس صحيح لنا الرسالة لابد إننا نفعل دور القانون. إحنا في دولة بتاعت قانون إحنا قلنا ما دايرين خلاص شمولية دايرين ديمقراطية. الديمقراطية من أساسيات الأساسية القوانين إنك كيف تطبق القوانين الجهة قادرة على تطبيق القانون. لا بد ان نفعل الجهة دي ولا بد ان نعمل توعية مجتمعية فعلا. مهمة جدا الاعلام عنده دور كبير جدا بيلعب في الفترة الجاية في انه هو كيف انه يوعي الناس لانه الاعلام عنده دور كبير في الحد من انتشار الجريمة وانتشار العنف. طيب دكتور سارة يعني احنا شفنا السياسة الناس ما بيحبوها اذا فعلنا القانون فبالتالي حنحد كثير جدا من المشاكل. وشفنا ثورتنا العظيمة الظافرة كان فيها لم شمل يعني القيادة دولة. لو تكلمنا عن الفنون الشعبية تفاصيلنا نحن ممكن تشكل لنا برضو سلام مجتمعي يعني بعيدا عن العنف يعني ممكن توصل رسائل في بريد كل قبيلة ما ممكن توصل السياسة أيا كانت يعني الدراما. يلا أنا بقول ليش الدراما عندها قوة
بالمناسبة فإن هي تشكل كثير من القضايا أو تعالج معالجة الكثير من القضايا. ندرس للطلبة إنه الدراما دي هي وعاء يستوعب كل القبائل، كل التقاليد، كل العادات، كل الموروثات، عندها مقدرة على تغيير كثير من السلوكيات. فإحنا ممكن نفعل جانب العمل الدرامي بالشكل اللي هو ممكن يصل لكل القبائل وإنه يصل لكل الجهات وكل المناطق، وبالتالي إنه يعالج لي كثير من قضايا العنف في طرح درامي محبب للإنسان. حاسس إحنا بطريقة جميلة نغمس في الفعل وإحنا نشوف رد الفعل وكيف المعالجة. بعكس الإنسان اللي بتيجي تقول له اعمل وما تعمل وسو، فبطريقة محببة جميلة كده إحنا ممكن نستفيد منها الدراما فينا نعمل. إحنا على نسق الدراما يا حمزة، وحنتواصل إن شاء الله معك في فقرات جاية، ولكن إحنا بين اليوم كانت فقرة مميزة جدا نقدر نستفيد من خلالها إنه نقدر أن ننمي نفسنا في عهد جديد. دائما أنا بقول إنه يكون في قانون في دولة قانون. شكرا لك. خليك على العهد بتاع تحتلها، بتكلم عن جانب كذا من الحب لانه مقبل على فتره الحب جديده. الحب والامان مقبل على فتره جديده يا حبيبي. ثقافه الحب والعطاء ان شاء الله.